الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلى الله عليه وسلم لقد تناولت في الخطبة الماضية مؤامرة قبيلة بني النضير من اليهود لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت إنني سأذكر بالتفصيل كيف أحبط الله مخططهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بمؤامرتهم عن طريق الوحي، وتفصيله كالتالي: ولما صعد عمرو بن جحش على السطح ليرسل الصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما هم به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا كأنه يريد حاجة وتوجه نحو المدينة، وجلس أصحابه يتحدثون وهم يظنون أنه قام يقضي حاجة، واستبطأ الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا في طلبه، فلاقوا رجلا قادما من المدينة وسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيته يدخل المدينة. فلما انتهى إليه أصحابه في المدينة أخبرهم عن مكيدة بن النضير، فبينما اليهود على ذلك إذ جاء يهودي من المدينة، ولما رأى أصحابه يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن نقتل محمدا صلى الله عليه وسلم ونأخذ أصحابه. فقال لهم: وأين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هذا محمد صلى الله عليه وسلم قريب. فقال لهم صاحبهم: والله لقد تركت محمدا داخل المدينة فسقط في أيديهم. يقول أحد أصحاب السيرة بهذا الخصوص: حين استبطأ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: ما مقامنا هاهنا بشيء، لقد توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر فقاموا في طلبه. فقال حيي بن أخطب رئيس اليهود: لقد عجل أبو القاسم، كنا نعد له الطعام، وفي رواية كنا نتشاور في دفع الدية، كنا نريد أن نقضي حاجته في الطعام. فلما كان صحابة في طريق العودة إلى المدينة لقوا رجلا فسألوه: هل لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقيته بالجسر داخل المدينة. فلما انتهى أصحابه إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا،
فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قمت ولم نشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: همت اليهود بالغدر بي، فأخبرني الله سبحانه وتعالى بذلك فقمت. ولم يخبر أصحابه لأنهم لم يكونوا في خطر، وكان الهدف الرئيس لليهود هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لذلك كان مقتنعا بأن أصحابه سيكونون في مأمن وسيخرجون قريبا بحثا عنه. وفي ذلك الوقت نزلت هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه عن ذلك: وقد رحب بنو النضير أي اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وطلبوا منه الانتظار حتى يجمعوا المبلغ ويدفعوه له. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ظل جدار، وانسحب بنو النضير للتشاور، وتظاهروا أنهم يرتبون لجمع المبلغ، ولكنهم بدلا من جمع المبلغ تآمروا للاستفادة من هذه الفرصة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جالس في ظل الجدار مستندا إليها، فليساعد أحدهم سطح المنزل من طرف آخر ويلقي عليه حجرا ثقيلا ويقضي عليه والعياذ بالله. اعترض أحد اليهود وهو سلام بن مشكم على ذلك وقال: إنه خيانة وخرق للمعاهدة مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يستمعوا له. وفي النهاية قام يهودي يسمى عمر بن جحاش بحمل حجر ثقيل إلى أعلى المنزل، وكاد يدحرجه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى كما جاء في رواية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنياتهم السيئة بالوحي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجأة بحيث ظن أصحابه واليهود أنه تذكر حاجة فقام فورا من أجلها، فكانوا ينتظرونه باطمئنان، ولكنه صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة المنورة مباشرة. انتظره الصحابة فترة، ولكن حين لم يرجع قاموا للبحث عنه قلقين، وفي نهاية المطاف وصلوا إلى المدينة المنورة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة الخطيرة التي دبرها اليهود. وورد عن سلوك اليهود بشأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من هناك أنهم ندموا كثيرا على ما فعلوا، وقال لهم أحدهم اسمه كنانة بن سويرة: هل تدرون لما قام محمد؟ قالوا: لا والله ما ندري. وما تدري أنت؟ قال: بلى والتوراة إني لا أدري. قد أخبر محمد بما هممتم به من الغدر، فلا تخدعوا أنفسكم، والله إنه لرسول الله، وما قام إلا أنه أخبر بما هممتم به من الغدر، وإنه لآخر الأنبياء، وكنتم تطمعون أن يكون من بني هارون، فجعله الله حيث شاء.
لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں سے چاہا انہیں مبعوث فرمایا. وإن كتبنا والذي درسنا في التوراة التي لم تغير ولم تبدل إن مولده بمكة وأن دار هجرته يثرب أي المدينة وصفته بعينها ما تخالف حرفا مما في كتابنا التوراة ولك أني أنظر إليكم ضاعنين يتضاغى صبيانكم قد تركتم دوركم خلوفا وأموالكم وإنما هي شرفكم فأطيعوني في خصلتين والثالثة لا خير فيها. قالوا ما هما؟ قال تسلمون وتدخلون مع محمد فتأمنون على أموالكم وأولادكم وتكونون من علية أصحابه وتبقى بأيديكم أموالكم ولا تخرجون من دياركم. قال اليهود بسماع كلام كنان بن سويرة لا نفارق التوراة وعهد موسى پھر وہ تمہارے خون اور تمہارے مال اپنے لیے حلال نہیں بنائے گا اور تمہارے قال فالامر الثاني هو انتظروا فانه مرسل اليكم قريبا ان اخرجوا من بلدي فقولوا نعم فانه لا يستحل لكم دماؤكم ولا اموالكم وتبقى اموالكم لكم ان شئتم بعتم وان شئتم امسكتم. قالوا اما هذا فنعم. اس کی بات کے سامنے پرسو پیش نہ کرنا اس سردار کو کہا. اور خوشی قال سلام بن مشکم قد كنت لما صنعتم كارهاً وهو اي محمد صلى الله عليه وسلم مرسل الينا ان اخرج من داري. فلا تعقب يا حيي كلامه وانعم له بالخروج واخرج من بلاده. قال حيي سأفعل، أنا أخرج من هذا المكان. وقد ورد عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه المؤامرات بعد وصوله إلى المدينة أنه صلى الله عليه وسلم أمر اليهود بالخروج من هناك ولكنهم رفضوا علما أنهم كانوا قد استعدوا للخروج بداية ولكن غيروا نيتهم فيما بعد. وجاء في تفصيل ذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أرسل إلى محمد بن مسلمة ولما جاء محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب إلى يهود بني النضير فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن أخرجوا من بلدي. فلما جاءهم قال إن رسول الله أرسلني إليكم برسالة ولست أذكرها لكم حتى أعرفكم شيئا تعرفونه. قال أنشدكم بالتوراة التي أنزل الله على موسى. هل تعلمون أني جئتكم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وبينكم التوراة فقلتم لي في مجلسكم هذا يا ابن مسلمة إن شئت أن نغديك غديناك وإن شئت أن نواودك هودناك. فقلت لكم غدوني ولا تهودوني فإني والله لا أتهود أبدا فغديتموني في صحفة لكم. فقلتم لي ما يمنعك من ديننا إلا أنه دين يهود كأنك تريد الحنيفية التي سمعت بها. أما إن أبا عامر قد سخطها وليس عليها. أتاكم صاحبها الضحوك القتال في عينيه حمرة
يأتي من قبل اليمن يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزئ بالكسرى سيفه على عاتقه ينطق بالحكمة. قالوا: اللهم نعم قد أصدت في بيان العلامات كلها، لقد قلناه لك، ولكن هذه العلامات لا توجد في محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن مسلمة: هذا ما كنت أريد أن أذكركم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يقول لكم: قد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي. وأخبرهم بظهور عمرو بن جحاش على البيت يطرح صخرة، فأسكتوا فلم يقولوا حرفا. وقال محمد بن مسلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا من بلدي فقد أجلتكم عشرا، فمن رؤيا بعد ذلك ضربت عنقه. قالوا: يا محمد، ما كنا نرى أن يأتي بهذا رجل من الأوس. قال محمد بن مسلمة: تغيرت القلوب. كان الأوس والخزر يكنون حبا لليهود. أما بعد الإسلام فقد حل محله حب الله ورسوله، وبعد سماع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ اليهود يجهزون للخروج، فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون. أي قد أعطي بن النضير مهلة لبعض الأيام، فبدأوا يستعدون للخروج، فأرسلوا إلى ظهر لهم بذي الجدر. ذو الجدر مرعى قرب قباء يقع على بعد 6 إلى 8 ميال من المدينة، تجلب وتكاروا من ناس من أشجع. فبينما هم على ذلك، إذ نسج رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول مكيدة غيرت رأيهم، فقد ورد في التاريخ تفصيل ذلك أن اليهود كانوا يتجهزون، إذ جاءهم رسوله سويد وداعس فقال: يقول عبد الله بن أبي: لا تخرجوا من دياركم وأموالكم وأقيموا في حصونكم. فإن معي 2000 من قومي وغيرهم من الأعرب سيدخلون معكم حصونكم فيموتون عن آخرهم قبل أن يصل إليكم المسلمون، وتمدكم قريظة أيضا ولن يخذلوكم، ويمدكم حلفاؤكم من غطفان. أما إذا اضطررتم للخروج فسوف نخرج معكم. فقد ذكر الله تعالى مكيدة المنافقين هذه وخضيعتهم في القرآن الكريم كالتالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. ثم أرسل عبد الله بن أبي لكعب بن أسد القرظي يكلمه أن يمد أصحابه، فرفض قائلا: لن ينقض واحد منا هذا العهد. فيأس عبد الله بن أبي من بني قريظة، فأراد أن يلحم الأمر فيما بين بني النضير ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل يرسل رسائل إلى حيي بن أخطب، فقال له حيي:
أنا أرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأعلمه أن لن نخرج من ديارنا وأموالنا، فليصنع ما بدا له. فقد طمع حيي فيما قال عبد الله بن أبي، فقال له سلام بن مشكم: لقد منتك نفسك والله يا حيي، ولولا أن يصفه رأيك لا يتزلدك بمن أطاعني من اليهود، فلا تفعل يا حيي، فوالله إنك لتعلم ونعلم معك أنه لرسول الله، وأن صفته عندنا، وأن لم نتبعه وحسدناه، حيث خرجت النبوة من بني هارون، فتعال فلنقبل ما أطاعنا من الأمن ونخرج من بلاده. وقد عرفت أنك خلفتني في الغدر به، فإذا كان أوان الثمر جئنا أو جاء أحد منا إلى ثمره فباع أو صنع ما بدا له، ثم انصرف إلينا، فكأن لم نخرج من بلادنا إذا كانت أموالنا بأيدينا. إنما شرفنا على قومنا بأموالنا وفعلنا، فإذا ذهبت أموالنا من أيدينا كنا كغيرنا من اليهود في الذلة. وإن محمدا انصار إلينا فحاصرنا في هذه الصياصي يوما واحدا، ثم عرضنا عليه ما أرسل به إلينا لم يقبله وأبى علينا. قال حيي: إن محمدا لا يحصرنا إلا إن أصاب منا نهزة وإلا إن صرف، وقد وعدني ابن أبي. قال سلام بن مشكم: ليس قول ابن أبي بشيء، إنما يريد ابن أبي أن يورطك في الهلكة حتى تحارب محمدا، ثم يجلس في بيته ويتركك. قد أراد من كعب بن أسد النصر وأبا كعب، وقال: لا ينقض هذا العهد رجل من بني قريظة وأنا حي، وإلا فابن أبي قد وعد حلفاءه من بني قينقاع مثل ما وعدك، حتى حاربوا ونقضوا العهد وحصروا أنفسهم في صياصيهم وانتظروا نصر ابن أبي، فجلس في بيته، وصار إليه محمد صلى الله عليه وسلم فحصرهم حتى نازلوا على حكمه. فابن أبي لم ينصر حلفاءه، بينما شاركناه بسيوفنا مع الأوس في حروبهم كلها إلى أن انقطعت حروبهم، وقدم محمد فحجز بينهم، أي قطع الحروب. وابن أبي ليس يهوديا ولا مسلما ولا هو على دين قومه، فكيف نقبل قوله؟ قال حيي: تأبى نفسي إلا عداوة محمد وإلا قتاله. قال سلام: فهو والله جلاؤنا من أرضنا وذهب أموالنا وشرفنا وسبي ذرارينا مع قتل مقاتلينا، فأبى حيي إلا محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ساموك ابن أبي الحقيق، وكان رجلا مسنا من اليهود ومشهورا بقلة عقله: يا حيي، أنت رجل مشؤوم تهلك بني النضير. فغضب حيي وقال: كل بني النضير قد كلمني حتى هذا المجنون. فضرب ساموك إخوته وقالوا لحيي: أمرنا لأمرك تبع، لن نخالفك. فأرسل حيي أخاه جدي بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إنا لن نبرح من ديارنا وأموالنا، فاصنع ما أنت صانع. فذهب جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه،
فأخبره فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير وكبر المسلمون لتكبيره وقال حاربت اليهود ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمسير إلى بني النضير لتصرفاتهم المعادية وإعلانهم الحرب فبدأ الصحابة يتجهزون لذلك لتوهم ووصل رسول اليهود هذا جدي بن أخطب إلى بيت عبد الله بن أبي وأخبره عن ما جرى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله جالسا في بيته مع نفير من أصدقائه فقال له اذهب فإني مرسل إلى حلفائي وسوف يأتون ويدخلون معكم سيعصيكم ورأى رسوله جدي أن صحابي عبد الله بن عبد الله بن أبي لبس درعه وأخذ سيفه وخرج يعدو ليلحق بجيش المسلمين فيائس جدي من النصر من طرف عبد الله بن أبي ولم يلبث أن رجع إلى حيي وقص عليه الخبر كله وقال ساعة سمع محمد صلى الله عليه وسلم رسالتك قال لقد أعلنت اليهود الحرب ثم كبر وأمر بالتجهيز للقتال ولكن حيي لم يصدق قوله وقال إنها خدعة حربية ثم سأله حيي وما رد عليك عبد الله ابن أبي قال جدي أنا أرسل إلى حلفائي وسوف يأتون ويدخلون معكم حصونكم وقال جدي أيضا أخي إني يائس من نصرته لنا ومن جهة أخرى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بمحاصرة حصونهم وكتب حضرته مزد بشير أحمد رضي الله عنه بهذا الصدد وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب محمد بن مسلمة أحد زعماء الأوس وقال اذهب إلى بني النضير وكلمهم في هذه القضية وقل لهم إن أذاهم وغدرهم قد بلغ المنتهى وبقاؤهم الآن في المدينة المنورة غير مأمون ومن الأفضل أن يغادروها ويستقروا في مكان آخر وأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام للانسحاب من المدينة فلما ذهب محمد بن مسلمة إلى بني النضير قابلوه بمنتهى التمرد والكبرياء قالوا له قل لمحمد صلى الله عليه وسلم إننا لسنا لنخرج من المدينة فليصنع ما هو صانع فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بردهم قال من فوره الله أكبر حاربت يهود ثم أمر المسلمين بأخذ الأهبة للمسير ثم سار مع جماعة من أصحابه لقتال بني النضير ومن أجل الدفاع عن المدينة من أجل إنقاذها من سفك دماء غزيرة فيها كان لا مناص من القضاء على هؤلاء المتمردين على الدولة الذين كانوا قد تآمروا على قتل حاكم الدولة وهو النبي صلى الله عليه وسلم والذين نقضوا السلام وأعلنوا الحرب على الدولة بدلا من أن يندموا على فعلتهم فلما احتشد جميع المسلمين سار بهم النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وآتى سعد بن عبادة رضي الله عنه قبة من خشب وقيل من جلد لينسبها عند قلاع بني النضير وآتى عليا بن أبي طالب رضي الله عنه راية الحرب وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش المسلم ونزل عند قرية بني النضير قرب المساء وصلى العصر في أرض فضاء هناك كان اليهود قد تحصنوا في ديارهم فقاموا على جدران حصونهم وأطلقوا النبل والحجارة
ولما حانت العشاء صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم رجع إلى بيته في المدينة في عشرة من أصحابه على فرس لابس الدرع. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على العسكري عليا، ويقال أبو بكر رضي الله عنهما. على كل حال، بات المسلمون يحاصرون اليهود ويكبرون حتى إن بلج الصبح، فأذن بلال بالفجر. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المعسكر في أصحاب العشر المرافقين معه، فصلى بالناس الفجر. وكان رجل من يهود يقال له عزوك، وفي رواية غزول، وكان راميا ماهرا بعيد الرمي، فأطلق نبلا بلغ قبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقبته فحولت بعيدا عن رماة اليهود. وأمسوا فلم يأتي بني النضير عبد الله بن أبي ولا أحد من حلفائه، وجلس في بيته، ويأست بني النضير من نصره، وجعل سلام بن مشكم وكنانة بن سويراء يقولان لحيي: أين النصر بن أبي الذي زعمته؟ قال حيي: ما أصنع، هي ملهكة كتبت علينا. وفقد علي رضي الله عنه ليلة من الليالي قرب العشاء، فقال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما نرى عليا. قال: دعوه، فإنه في بعض شأنكم. وبعد قليل جاء علي برأس عزوك الذي كان نبله، وصل إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. كمن له علي رضي الله عنه حين خرج مع جماعة يطلب غرة من بعض زعماء المسلمين ليقتله، فشد عليه علي فقتله، وفر من كان معه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي أبا دجانة وسهل بن حنيف في عشرة من أصحابه، فأدركوا أصحاب عزوك الذين فروا من علي فقتلوهم. وقال بعض العلماء: كان هؤلاء عشرة، فقتلهم الصحابة وجاءوا برؤوسهم فطرحت في بعض البئار. وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بطرح رؤوسهم في بعض بئار بني خطمة، والبقية سأتناولها في المستقبل. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. لقد أخبرني البعض أنكم لا تقفون متلاصقي الأكتاف عندما تصطفون لصلاة. لقد ولى زمن الكورونا، لذا عندما تصطفون لصلاة فقوموا متكاتفين.